يسعدني أن أفتتح الموسم الثقافي لقسم الإذاعة والتلفزيون، وبشكر الدكتورة ميرال مصطفى رئيسة القسم وفريق العمل اللي معاها على النشاط اللي هم بادئين به، واللي بيبدأ باستضافة أحد نجوم برامج التوك شو وأحد أساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة اللي بنعتز بيهم، وقليل اللي بيبقى جامع ما بين الممارسة الفعلية والمهنية والدراسة الأكاديمية. يعني هو بيعلم الطلبة إزاي يبقوا صحفيين محترفين، وفي نفس الوقت بيقدم برنامج محترم، وهو رئيس مجلس إدارة جريدة موقع الدستور، وهو من الصحف الثقيلة مهنيا لو حضراتكم بتقروا. الرسالة دي بنقولها لإيه؟ الدكتور محمد درس في الصحافة وتفوق كصحفي، وبعدين قدم برنامج تلفزيوني، واعتقد يعني هو مش من فترة طويلة، لكن اعتقد انه ساب بصمة كويسة في هذه النوعية من البرامج. احنا الاستضافة الاصل منها انه هو هيتكلم عن ازاي ان اللي بيتعلم صحافة او بيدرس اعلام يطور مهاراته، لان مفيش حد بيطلع من بطن مامته اعلامي ولا صحفي، هو لازم يتعب على نفسه، يدرس بس لازم كمان يثقف نفسه ويطلع ويبقى عنده مهارات لغة ومهارات كمبيوتر، يعني كل المهارات المؤهلة للعمل الإعلام. فإحنا بنقدم نموذج ناجح درس وكان متفوق وطلع من الأوائل، عشان كده تعين معيد وعلى نكمل ماجستير ودكتوراه، ولم يهمل الجانب التطبيقي واشتغل في الصحافة واشتغل في العمل التلفزيوني أيضا. أول محاضرة دايما مع طلبة كنت في الكلية فاسألهم سؤال، إيه أهم أداة من الأدوات اللي مفروض الإعلام يوجدها؟ فالناس يعني تجاوب إجابات كتير يعني، لكن لما تيجي تتأمل جوهر شغلنا إحنا، إنه أهم أداة من الأدوات اللي حضرتك لازم توجدها هي السؤال. السؤال، تبقى قادر على صياغة السؤال، ومش قادر على صياغة السؤال على طريقة يعني ست تحية كاريوكا اللي هو ايه، اين ترعرعت سيدتي، يعني صحفي كده فتروح تسأل المصدر بتاعتك المصدر بتاعك فتقول له عرفنا على حضرتك، يعني عرفنا على حضرتك ازاي، ما انت مفروض رايح تتكلم مع حضرته وانت عارف هو مين. فيعني بالضبط، يعني عرفنا بيك. في الصحافه مثلا يعني ممكن تبداش بالسؤال ده، لانه انت بتعمل مقدمه ممكن تستعرض فيها هو مين الشخص اللي هيتكلم. تلفزيون شويه ممكن تتغاضى عن المساله لو الضيف ما حدش عارفه قوي، يعني بس مش مساله انت ايه قول لنا انت مين، يعني قول لنا انت مين دي بتبقى صعب. المساله بتاعه السؤال انه اداتك الاساسيه هي السؤال، لانه السؤال مش مجرد استخدام ادوات استفهام، ولكن السؤال بيعكس انت فاهم الموضوع ولا مش فاهم الموضوع. اللي بيفصل بينك وبين اللي بيفصل بين اعلامي واعلامي او بين صحفي وبين صحفي، قدره هذا الاعلامي او قدره هذا الصحفي على استخراج المعلومات من مصادره. تقدر تطلع منه كلام، احيانا انت تروح مع حد تحاوره فيقول لك انا مش مصدق ان انا قلت الكلام ده، وتحصل مشاكل طبعا، انك بعد ما تمشي يكلمك يقول لك والنبي ما تنشرش الحته دي، الحته دي بلاش، انا اصل انا كنت متحمس شويه وانا بقول. وفي كتير جدا، لدرجه انه يبقى الحوار معاك وانت مسجله والكلام موجود ونشرته، ويطلع المصدر يكذب الحوار ويقول لك ما كانش دقيق في نقل كلامي، فتقول له انا معايا كاسيت، فيقول لك روح المحكمه نعمل الفحص، ويدخلك في متاهه، كل واحد في اطار تخصصه. يعني حتى الصحفي بتاع الفن، لو انت هتشتغل اعلامي هتعمل برنامج فني، فانت مفروض تبقى متابع، فمش هنبذل وقت كتير في ان احنا نقعد نكلمك انك تعمل الشغل الاساسي بتاعك، لكن احنا بنتكلم على مهارات وانت بتعمل الشغل ده. وبعدين
في نقطة مهمة جدا، انه احنا يا جماعة الشغلانة بتاعتنا مش وظيفة، يعني لا تنتهي بنهاية الدوام. يعني الواحد بيشتغل في البنك ده بيروح يشتغل من الساعة 9 للساعة 2 ولا الساعة 3، وممكن يمشي من البنك فهو هنا بيتحول الى شخصية تانية، يعني بيعيش حياته شخصية تانية. لكن انت قدرك كإعلامي انك بتعيش 24 ساعة في الموضوع. الثقافة، الحضور، والعمل الجماعي، يعني عايزين كل واحد يتعب على نفسه شوي، مش مجرد أنا خدت شهادة وبس. لكن لو خدت شهادة بس ممكن تشتغل في الإعلام وتبقى زي ما قال الدكتور محمد موظف بيمضي وخلاص، بس محدش يعرفك. عشان كده لما تيجي تشوف نجوم الإعلام ما تقدر تعدهم على الصوابع، مع ان اللي شغالين عشرات الالاف، بس الناس بتعرف مين فلان وفلان وفلان. دول تعبوا على نفسهم. في ناس جت بالواسطه، ممكن طبعا ممكن جت بالواسطه وانها حلوه وانها نغشة ممكن، بس مش دي المؤهلات كلها، لان في ناس تانية مش زيها واثبتوا وجودهم. يعني احنا قدامنا ساعه يا دكتوره، مش كده؟ ساعه او ساعه الا ربع للمناقشات بقى، وكل حد عنده اسئله ويتكلم، واتمنى نسمع اصوات صوت الطلبه، يعني مش الاساتذه، ان هم يسالوا ويشوفوا ايه اللي ازاي نقدر نستثمر وجود دكتور محمد ونستفيد منه. هل الاعلامي الناجح هو اللي بيبقى مرتبط بالسلطه، ام هل الاعلامي الناجح اللي بيوصل لحاجه مفيده للطرفين؟ في مصر مثلا انت مش عندك السلطه المقصود بها بس السلطه السياسيه الحكومه يعني او الدوله، ولكن رجال الاعمال يمثلون سلطه تمتلك الاعلام. كويس. عايز اقول لك ان المجتمع في لحظه معينه بيمثل سلطه بتوجه الاعلام لانه بيضغط عليها. انت فاكر مثلا لما مرام سعيد عملت الحلقه بتاعتها وطلعوا على السوشيال ميديا عملوا هجوم عليها فوقفوه، ما هو الهجوم ده بيمثل سلطه اجتماعيه، فاهمني ازاي؟ فالمقصود بانه السلطه، انك تبقى مربوط بالسلطه، مش معناه انك تبقى خادم للسلطه. كويس. لان انت عندك نمطين، نمط التأييد المطلق للسلطه، هي صح هي غلط فانت بتأيدها. كويس. ده نمط. نمط تاني احنا بنسميه النمط اللي هو بيبقى على يسار السلطه، اللي لما تبقى بتلاقي حاجه كويسه بتقول عظيم، ولما تلاقي حاجه وحشه تقول لا الحاجه دي مش مظبوطه. بس الفرق ان انت بتقولها ازاي. يعني دلوقتي مثلا انت ممكن تلاقي اصوات، صحيح ان هي قليله في الاعلام المصري داخل مصر، ممكن تتكلم على بعض الانتقادات، لكن هذه الانتقادات بتصاغ في اطار ان النظام ده شرعي واحنا معاه، بس انا عايزه يكمل وعشان كده بنصح. على عكس مثلا الاعلام اللي بره اللي هو بيوجه انتقادات انت تشعر ان هو يوجه انتقادات للنظام بهدف تقويضه. كويس. يعني بهدف انه يقضى عليه، ولذلك ده يسمى اعلام معادي، لان انت مش بتنتقدني عشان تقومني، لا انت بتنتقدني عشان انا اقع. كويس. ولذلك الناس يقول لك هو ليه الناس خايفه من الاعلام اللي بره والقنوات اللي بره؟ ما هو ببساطه لانه هو اعلام اعلن ان هو معادي ليك، فطالما معادي ليا انا اقعد اسمعه ليه واتفاعل معاه ليه؟ ما هو مش هيصدقني ومش هيقتنع باي حاجه انا بقولها. انا بقول لك انا خصمك، واحد جاي كده يقول لك دكتور في الكليه، بقول لك انا خصمك وانت مش مكمل في الكليه دي، هتتفصل. كويس. ده انت احيانا ما بيبقالكش حيله معايا، لانه هو الراجل هيتلكك لك لو عملت يعني اللي ما تعملش. يعني ما جبت صحفيين وفي بريزنتر بيبقى موجود، مقدمين برامج وكل حاجه، بيبقى في يعني توصل الامر اللي ممكن يضربوا بعض. طب ليه الناس ما بتستناش لما تسمع القرار الاول علشان ما يحصلش المشاكل اللي بنشوفها النهارده دي؟ مش ده المفروض بيدور الاعلام نفسيا وبيدور الناس نفسيا واعلاميا ايضا؟ يعني انا النهارده ما ينفعش اجيب مقدم برامج واجيب الضيف
وتوصل لامر ان ممكن يضربوا بعض الكراسي او يحصل تشويش. وكمان الاعلاميين بيقطعوا الضيف. الاعلام في قاعده مهمه جدا برضو عشان ما حدش يبتزكم وانتوا بتشتغلوا. الاعلام يا جماعه لا يصنع العالم. الاعلام يسجله. يعني معنى انا لما بعرض لما بجيب اثنين الناس اللي بيحصل على الشاشه هو اللي بيحصل على الارض بنسبه مختلفه. كويس؟ يعني السني مثلا السني والشيعي دول في الحياه عاوزين يموتوا بعض، فهم لما بيطلعوا على الشاشه بيتخانقوا مع بعض. كويس؟ فانت ما بتجيش تصنع حاجه. صحيح انه زي ما الاعلاميين كتير يعني لا استثني احد، يعني زي ما الاعلاميين كتير مش محترفين، انا عايز اقول لك ان الجمهور نفسه كمان مش محترف والضيوف مش محترفين. انت ممكن تكون عندك كل المهارات الاعلاميه واضحه، عارف يعني ايه الخبر، عارف يعني ايه حوار، عارف يعني ايه تحقيق، عارف يعني ايه مجله برامجيه، عارف يعني ايه التصوير، ايه الاضاءه، ايه الاستوديو، ايه تكوين الاستوديو، ايه الصوت، ايه كل ده انت عظيم فيه. بس لو ما عندكش انت مضمون تنقله عبر هذه الادوات فمفيش حاجه. فلما بتدرس المواد دي فبتدرس مدخل سياسه عشان تفهم في السياسه وفي الاجتماع وفي علم النفس والاقتصاد، لانه هنا دي المهم، ودي ناس كتير يا عيني بيقعوا فيها. بتبقى اعلام تطلع انت تكتفي باللي انت درسته وتعتقد لمجرد ان انت درسته ومعاك امتياز من الكليه فانت كده تفتح الابواب ليك، ولما ما تفتحش الابواب تقعد بقى تردد الاساطير بقى بتاعه الواسطه والشله والحاجات. وخاصه ان انا اقول لكم على حاجه، الشلل في الاعلام مهمه، ما هو الناس بتعرف بعض يعني وبتبقى عارفه تشتغل مع بعض لانه ده فريق.